نروح دلوقتي معاكم نشوف التقرير ده عن الاتفاقية اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي ونرجع لكم تاني. نرحب بالحضور الكريم من النخبة المؤمنة، لأن بالدور الذي تلعبه الرياضة ليس فقط في تنمية الإنسان ورقيه، ولكن أيضا لما تستحقه مصر من دور ريادي في هذا المجال. تعلمون حضراتكم أن هذه الاحتفالية هي لتوقيع بروتوكول التعاون بين لا ليغا وجامعة إسلاسكا مصر، لا ليغا ولا ليغا بيزنس سكول. وإسلاسكا هي اختصار للمدرسة العليا للعلوم الإدارية والتجارية التطبيقية، وهذا البروتوكول إنما يعني أساسا الخطوة الأولى نحو تنمية وتدريب الكوادر التي تعمل في مجالات إدارة هذه الصناعة. اتفاقية في المجال التعليم الرياضي، وبتهدف ان يكون في كورسات في مختلف المجالات، سواء الإدارة الرياضية وتصوير رياضي، دبلومة او ماجستير. طبعا هي بتتطرق، هتبدأ بدبلومة، بعد كده هتتطرق او هتوسع ان هي تكبر تكون من مستوى الماجستير. فدي حاجة انا شايف انها مطلوبة في السوق المصري، يعني مطلوبة لان انت عندك القطاع ده مش معلوش تركيز اوي، القطاع اللي هو التعليم الرياضي يعني، او اللي هو السبورتس ايديوكيشن، مفيش عليه فوكس قوي في مصر زي بره. فاحنا من طرفنا برضو كنادي اهلي كان ده من هدف من اهدافنا في المجلس، ان احنا نقدر نطبق ده كدورنا برضو كنادي اهلي نحو اولادنا ونحو شباب النادي ونحو العاملين بالنادي ونحو اي حد بينتمي للنادي، وبرضو نحو مصر، يعني ان انت برضو يبقى في تطوير للقطاع الرياضي في مصر. الاتفاقية دي اتوقعت ما بين جامعة إسلاسكا في مصر ولاليغا الدوري الأسباني، وهي اتفاقية مهمة لأنها بتقوم على برامج تعليمية وتدريبية، وده بيأكد لنا أن الدوري الأسباني لاليغا إسبانيولا مش مجرد كرة قدم وبس، لكن كمان في مبادرات وإضافة جديدة للعلاقات ما بين مصر وإسبانيا. ده فوتبول y me parece que eso añade mucho al valor internacional que tiene la liga. الحقيقة الهدف من الاتفاقية انه مصر محط انظار العالم، الكرة المصرية الان الكل يسعى صوبها، كلنا طبعا حدي من الاندية، ونتمنى ان التواصل ده يتم، يعني توافقا حتى مع طموحنا في انه يبقى عندنا منتج كروي قابل للتصدير. وشفنا مو صلاح قبله طبعا تجارب كثيرة جدا، ولكن الان هذا هو الطموح، وده ما يعني واحنا في شاشة الاهلي ما خلاش حكاية بعيد. الأهلي عنده طول الوقت زيارات خارجية للأندية وبعثات ووفادات، وأيضا وقع مع الليجا الأسبانية اتفاقية شراكة، وبالتالي أعتقد أنه ده بيساوي أن مصر ماشية إن شاء الله في طريق صحيح. قوتها النعمة هي كرة القدم والفن والثقافة بتعود. الليجا هتقوم بدعوة محترفين إسبان، وهيقدموا سيمينار في مصر مع المسؤولين الرياضيين في مصر والمؤسسات الرياضية في مصر حوالين الفار والتكنولوجيا الجديدة في الرياضة. احنا الهدف كله ان صناعة الرياضة عموما تقدمت، والكرة بالذات في العالم، واحنا لسه في مصر يعني بنحاول في المرحلة دي. فجت الاتفاقية مع الليجا ان هم يقدروا يعملوا معانا نقل خبرات، وننقل اللي هم عملوه في الدوري هناك وفي الأندية بتاعتهم للي موجود هنا. وطبعا ده حاجه من الحاجات اللي يعني الاهلي من حاجات النوادي السباقه عندنا في مصر في الموضوع ده، وما ينفعش حاجه زي دي تتعمل في مصر من غير ما يكون الاهلي جزء منها مع الجامعه. ان يعني احنا عندنا الجزء بتاع الاداره، ازاي الاداره الرياضيه ده جزء اللي احنا خاصين بيه في جامعه إسلاسكا، الجزء التكنيكال يعني او الفني بتاع اداره الرياضه نفسها هنجيبه من الليجا، وهنقدر نطبق الموضوع ده بحاجات زي نماذج في مصر على النادي الاهلي وعلى النوادي اللي موجوده واتحادات الكوره. يعني ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله يعني بالاتفاقيه دي. principalmente a presentar el acuerdo de colaboración. احنا جينا في المقام الاول علشان نقدم الاتفاقيه دي، الغرض منها ان هي تاهيل محترفين على اداره الرياضه بالتحديد مع لا ليغا، وتبادل الخبرات. الكورس الاولاني او الدوره الاولانيه اللي احنا شرعنا فيها بالفعل هي دوره تاهيل ماركتنج او تسويق في مجال الرياضه وكره القدم، وده بعد كده استتبعها دورات اخرى ومشاريع اخرى ان شاء الله كله في حينه.